بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرنوسي، والنهارده ان شاء الله جاي اشارك معاكم معلومات مهمه جدا عن موضوع الضرائب اللي هتخص البلوجرز واليوتيوبرز، واللي نزلت عنها البيج الرسميه بتاع مصلحه الضرائب المصريه بوست بتوضح فيه التالي: ان الافراد اللي بيقوموا بنشاط صنع المحتوى وبين قوسين محددين البلوجرز واليوتيوبرز عليهم التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط بين قوسين دخل لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500,000 جنيه خلال 12 شهر من تاريخ مزاولة النشاط. طبعا البوست في ناس كتير خدته على سبيل الهزار بقى ومش عارف ايه، وهيدفعونا ومش هيدفعونا والكلام ده كله، وفي ناس خدته على سبيل الشماتة، احسن دول بيقبضوا كذا دول مش عارف ايه، وفي ناس خدته على سبيل الخوف. طيب احنا دلوقتي ما بنقبضش فعلا المبالغ دي، فخايفين نتاخد في الرجلين مع الناس اللي بتقبض فعلا مبالغ ضخمة زي الناس المشهورة والممثلين والمغنيين والناس اللي بتعمل محتوى هلس محتوى مش عارف ايه ما يستحقوش الكلام ده. فكل واحد ليه نظرة مختلفة. طبعا الكلام ده مش من منظوري انا، ولكن من منظور مختلف الناس اللي كانت معلقة على البوست نفسه. خلينا اكون صريح معاكم واقول لكم بداية ان الوضع ده او الموضوع ده عارفين ان هو هيتطبق سواء كان النهاردة او بكرة، فكان حتما هيتطبق لاسباب كتير جدا. وهل ده هو حق الدولة؟ هو بالفعل حق الدولة وبيتم تطبيقه في دول كتير، بس هل حق الدولة او القانون اللي هيتطبق ده هل هيكون عادل مع كل الناس ومع مختلف اليوتيوبرز ومع مختلف البلوجرز، خاصة ان في تفاصيل جوه او حاجات بين السطور كده ممكن هم ما يعرفوش عنها حاجة او لسه ما جمعوش الداتا او كمية البيانات عنها. اكيد هم فعلا عاملين رصد للموضوع وعاملين احصائية وعاملين يعني شغالين على الموضوع بقالهم فترة، عشان كده خلاص يعني قالوا لك لازم تروح تعمل لك ملف ضريبي عشان نقدر نتابعك بقى ونشوف الدخل بتاعك وبناء عليه نقتطع او ناخد الجزء بتاع حق الدولة. هل انا كمواطن مصري معترض على دفع الضريبة في بلدي؟ اطلاقا، وما بشجعش اي حد مش اليوتيوبرز او البلوجرز بس ان هم يتهربوا منها. انت دلوقتي دخلت في نطاق الدفع، فلازم تعمل لنفسك فعلا ملف ضريبي علشان ما تدخلش في اي حوارات او متاعات بعد كده وغرامات ومشاكل انت في غنى عنها بعد كده. فخلونا نتكلم بجد بقى عشان نعرف نتصرف ازاي كبلوجرز او يوتيوبرز او صناع محتوى، لان واضح ان في تركيز جامد وهيتم تطبيق قوانين فعلا الفتره اللي جايه، ولسه الناس اللي بتبيع اونلاين واللي عندها صفحات والكلام ده كله هيكون ليهم برضو قوانين، فيتم التعامل من خلال مصلحه الضرائب او من خلال الدوله بشكل عام يعني، عشان بمعنى اصح كده الدوله تاخد حقها. خلوني اقول لكم ان بيتم عمليه رصد فعلا للبلوجرز واصحاب القنوات، بيجمعوا شويه بيانات ومعلومات عشان يقدروا يعرفوا الدخل بتاع القنوات دي كام او بيجي ازاي، وبناء عليه يقدروا ياخدوا الضرائب من اصحاب المحتوى ده او اصحاب القنوات دي، وده من خلالهم ما بيتمش الا عن طريق بعض المواقع اللي بتعرض الاحصائيات او الارقام دي زي موقع سوشيال بليد. وطبعا عارفين انه ما بيعرضش ارقام صحيحه بالمره، فممكن يعرض لك الحد الادنى متوسط ايه الحد الاقصى على حسب طبعا نسب المشاهده وعلى حسب عدد المشتركين اللي المفروض اصلا ما بيعبرش عن الربح نهائي. الموضوع كله بيقتصر على المشاهدات والاعلانات اللي بتحصل على المشاهدات، والاعلانات دي يعني ظاهره فين او منين والاكشن اللي حصل على الاعلان او انت اتفرجت على الاعلان ده مدة قد ايه لو كان فيديو طبعا، لان في اعلانات نصية في اعلانات لازم تروح تشتري منتج معين فبيحسب لك نسبة ارباح، غير ان جوجل نفسها بتاخد جزء من الارباح دي. فكل دي تفاصيل تعتبر مخفية ممكن ما تكونش محطوطة في الاعتبار، فعلشان كده لو الموضوع اتوحد وبتاخد فعلا عن طريق المواقع دي فهيكون في ظلم كبير لعدد من القنوات اللي ممكن ما بتحققش دخل اصلا 100 دولار في الشهر. عارفين ان في يوتيوب ما ينفعش تاخد ارباحك الا اذا تخطت ال 100 دولار او وصلت يعني ل 100 دولار، وفي ناس ما بتقدرش تكملها في شهر فبتكملها في شهرين او ثلاثة، والموضوع ملوش علاقة تماما بعدد المشتركين، الموضوع ليه علاقة بعدد المشاهدات اللي موجودة على الفيديو، لان في قناة ممكن عندها 1,000 او 2,000 مشترك او 10,000 مشترك ممكن تعمل فيديو يحقق 500,000 مشاهدة يحقق 1,000,000 و2,000,000 مشاهدة ولكن المشتركين فيها مش كتير، وعلى العكس القناة فيها 1,000,000 او 2,000,000 مشترك ممكن تنزل فيديو ما يعملش 10,000 او 20,000 مشاهدة وما يجيبش اصلا 10 دولار او 15 دولار من خلال الفيديو ده. فعلشان كده الطريقة الصح اللي تقدر تعرف بيها البيانات او الاحصاءات بتاعت اليوتيوب، طالما بقى هندخل في نطاق الفلوس والدفع والملف الضريبي والكلام ده كله، لازم تكون في حاجه موضحه وموثقه كمان، لان صاحب المحتوى ممكن يكذب عليك يقول لك ان هو بيقبض مبلغ قليل مثلا وهو بيقبض مبلغ كبير. فعلشان يكون في مصداقيه في التعامل لازم يجيب لك الحواله بتاعته وموثقه كمان، او يوريك البيانات من خلال القناه بتاعته وانت تشوفها قدام عينيك. فانا مش عارف هل ده هيكون متاح او هيتم ازاي عشان تبدا تفرض الضريبه الصح للارباح بتاعته، فمش منطقي يتم
محاسبة قناة زي مثلا بتاعت محمد رمضان واللي ممكن ينزل فيديو في خلال يومين ثلاثة يعمل له 1 مليون أو 2 مليون أو 5 مليون مشاهدة، وقناة تانية بتنزل فيديو ويعمل له 10,000 20,000 50,000 مشاهدة ممكن تجيب له $15 $20 $25. الموضوع فيه تفاصيل كتير، ومش شرط ان قناة عليها عدد مشتركين كتير يبقى دي لازم بتعمل ارباح كتيرة، لان الموضوع زي ما قلنا ملوش دعوة بالمشتركين اطلاقا، لان في واحد ممكن ينزل فيديو يعمل مشاهدات كتير جدا يتخطى ال 500,000 او المليون مشاهدة، وفي نفس الوقت يجيله استرايك على الفيديو ده او يجيله مخالفة على الفيديو ده ان هو ممكن يكون استعمل حاجة مش بتاعته، فصاحب الحق يطلب ان هو يتقاسم الارباح على الفيديو ده او ياخد الارباح كلها من خلال الفيديو. استعمل بقى موسيقى، استعمل محتوى غير بتاعه، ايا كان ايه هو، ولكن مش شرط كل محتوى يكون محقق ربح لصاحب القناة الا اذا كان المحتوى حصري. فعشان نخرج من القصة دي كلها، الفاصل او الدليل ما بين صاحب القناة دلوقتي ومصلحة الضرائب اللي بناء عليها هيتم خصم جزء من الارباح اللي هو بيتربحها ويدفع الضريبة بتاعته، هو انه يجيب له مستند رسمي بالارباح اللي هو عملها، او ان يكون في تواصل ما بين مصلحة الضرائب وما بين اليوتيوب او جوجل نفسها عشان تقدر تاخد تقرير منه عن القناة الفلانية ان هي عملت ارباح صافية كذا، وبناء عليه برضو يتم خصم جزء من الارباح. نيجي بقى لبند التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500,000 جنيه خلال 12 شهر من تاريخ مزاولة النشاط. في ناس فاكرة ان هو اخر 12 شهر، لا، هو محدد لك من تاريخ مزاولة النشاط، يعني من ساعة اصلا ما بدأت شغل على اليوتيوب او من ساعة ما بقيت بلوجر وعملت لك 500,000 في خلال 12 شهر، ال 12 شهر دول طبعا متواصلين، فلو انت تخططهم هيتم تطبيق القيمة المضافة عليك، حتى لو ما عملتش الرقم ده تاني لانك دخلت الشريحة العالية دي فخلاص استحالة انك تنزل منها، وده طبعا على اليوتيوب، لا ممكن واحد على اليوتيوب ممكن فعلا يعمل رقم زي ده او اكتر كمان على حسب المشاهدات اللي بتكون عنده، ولكن يجي بعد كده يبطل مثلا او الفيديوهات عنده الريتش يقل فمش هيعمل الرقم ده تاني، ولكن هو اتحسب عليه خلاص دخل الشريحة دي مش هيعرف يرجع ليها. فانا مش عارف برضو بعد كده الامر ده هيتم التصرف فيه ازاي. كمان نشاط الفلوجرز او اليوتيوبرز هو مش محسوب زي الانشطة المهنية، الانشطة المهنية دي اللي هو زي المحاسب المهندس المحامي، وقانون القيمة المضافة بيكون فيه شرائح مختلفة من الضريبة، وبيعتبروا اليوتيوبرز والفلوجرز دول نشاط تجاري مش مهني، فالمهندس او المحاسب او المحامي بيتخصم منه حوالي 10% بس، ولكن النشاط المهني ده بيتسجل اول ما بتفتح النشاط، اما الانشطة التجارية بتتسجل لما بتوصل لحد 500,000 جنيه اللي هم وضحوها دي، مش عارف ازاي ولكن هو ده القانون، والنشاط التجاري بيكون اعلى في حدود ال 14%. الفكرة بقى في موضوع الارباح، الربح ده هو ما بيكونش ربح صافي اصلا، وفي ناس بتقول ان ده من الايرادات، لا، الايرادات حاجة والارباح حاجة تاني خالص، في فرق كبير ما بينهم. الايرادات هي كل الفلوس اللي معايا اللي انا بعمل بيها المشروع بتاعي واللي شغال بيها، اما الربح الصافي هو ناتج الربح اللي انا عملته، بتروح منه حاجات كتير بقى، ايجار، معدات، ناس شغالة، مش عارف ايه، فانا بطلع صافي الربح معايا. على سبيل المثال لو معايا 100 جنيه بس وحبيت ان انا اتاجر في الماوس ده فاشتريته ب 50 جنيه تمام، اذا بقى معايا 50، الايرادات بتاعتي 100 والماوس اشتريته ب 50 بقى معايا 50، فحبيت ان انا ابيعه واتاجر واكسب فيه فبعته ب 70 جنيه، فانا كده كسبت كام؟ هتجيب ال 70 تحطهم على ال 50 هيطلعوا 120، خد ال 100 جنيه بتاعتك هيتبقى لك ال 20 جنيه، فال 20 جنيه دي هي صافي الربح، ده اللي المفروض يتم محاسبتي عليها. ولكن خد بقى ان ال 70 جنيه دول انا لما بعت الماوس بعته اونلاين وشحنته لحد شحن ب 10 جنيه، فالمفروض يتخصم 10 جنيه، يبقى انا كده كسبت 10 جنيه، يبقى انت تحاسبني على ال 10 جنيه اللي هي صافي الربح بتاعي. اعتقد كده الصوره وصلت. الناس بقى اللي بتشتغل ومعاها ناس، الناس اللي بتاجر معدات، الناس اللي بتشتري اجهزه، كل ده المفروض يتم توثيقه بفاتوره شراء وبعد كده تضاف للايرادات عشان يتم حساب الربح الصافي اللي المفروض الدوله بعد كده تاخده منك. فالكلام ده كله مش عارف بقى هيتظبط ازاي او هيكون ليه تظبيطه عامله ازاي الحقيقه. وبخصوص البند الاول كان في كلمه دخل كده بين قوسين قايل لك التوجه للمأموريه الواقع في نطاق المقر الرئيسي للنشاط، بين قوسين دخل لفتح نوعين من النشاط. هنا انت عندك نوعين من الضريبه، ضريبه اسمها ضريبه الدخل بيتم اقرارها في نهايه السنه، بتقول لهم في نهايه السنه ان دي كل تعاملاتي وده اقرار مني بكل التعاملات اللي انا عملتها في السنه، بتحط كل الايرادات بتاعتك زي ما انت عاوز وبتشوف لو في خصم اضافه، مثلا انت بتقبض من يوتيوب كذا وبيتم خصم منك كذا زي الضرائب الامريكيه اللي بيتم خصمها منك، فالمفروض الضرائب المصريه بتركن جزء الضرائب الامريكيه او اي خصم بيتم عندك، لان برضو في نقرات غير شرعيه وفي بعض الارقام اللي بتظهر بالسالب بتخصمها جوجل عشان الاعلانات دي مش عارف فيها ايه وبتاع، فكل ده بيتم خصمه، المفروض الضرائب تحط ده في الاعتبار وتركنه على جنب، بس برضو عشان يكون الموضوع ماشي في نطاقه الصحيح وما يكونش فيه اي ظلم خالص لازم هم يشوفوا البيانات دي بنفسهم، يشوفوا بقى بياناتك، تجيب لهم ورقه مختومه من جوجل تتواصل انت معاهم، يتواصلوا هم معاهم، ولكن جوجل ملهاش مقر هنا في مصر عشان يتم التواصل بالشكل ده، فمش عارف ممكن يحصل اتفاق ما بينهم او بيجهزوا للموضوع ده بتفاصيل عامله ازاي. احنا بنحاول نستنتج ونفكر مع بعض ونشوف هنوصل لايه، بس في حاجه مهمه هنا خليني اقول لكم عليها، هو ان لو تم تطبيق موضوع الخصم والاضافه فهم مش هيحتاجوا منك اي تقرير او اي اثبات
اصلا، لان هم هيكونوا بيتواصلوا مع جوجل بشكل مباشر، بياخدوا منها تقرير عن القناه الفلانيه عملت كذا الشهر ده او السنه دي وتخصم منها ايه وبتاع وصافي الربح بتاعه كان كذا، فوقتها هم مش هيحتاجوا يرجعوا لك اطلاقا. بس الموضوع ده لسه ما اتطبقش، واعتقد ان هو صعب يتطبق، خاصه ان جوجل ملهاش مقر في مصر زي ما قلت لكم، ومش عارف يعني ممكن هم يتواصلوا معاهم يكون في ايه، مش عارف بالظبط النقطه دي هيكون فيها ايه. فعشان كده يفضل انك تسال خبير ضرائب او محامي فاهم في القصه دي يقدر يدلك على كل التفاصيل الكامله، بس برده ما اعتقدش ان في حد عنده كل التفاصيل الكامله اللي يقدر يفيدك بيها. بخصوص موضوع التقرير اللي انت هتقدمه او هتكتبه، ففي منه نوعين، في جزء تقديري وجزء مستندي. لو هتشتغل مستندي بالكامل فيبقى كل الفلوس اللي انت بتصرفها والمعدات والحاجات والناس اللي بتقبض منك كلها بتسجلها بمصاريفها وبفواتيرها. اما الشكل التقديري فزي ما بيطلعوا التعليمات، هيقول لك ان نسبه ارباح اليوتيوبر مثلا 20%، فلو انت ارباحك 10000 جنيه يبقى نسبه ربحك هنا هي 2000 جنيه، فهيحاسبك على ال 2000 جنيه دول، ولكن ما نزلش تعليمات او قوانين، بس اكيد هتبقى قريبه لان هيكون عندهم شريحه جديده دخلت فيجدد نظام التعامل معاها. الشكل الاسوأ هنا بقى هو حساب النسبه الكبيره، في بعض الانشطه لو فتحت ملف وجيت حاسب هيعتبرك عموله بتاخده من جوجل مثلا، العموله دي بيحسبوها في الضرايب 40 او 50%، ويبدا يحسب ان عندك ضرايب بحوالي 50%، فلما تقول ان الارباح عندي 100000 والارباح الصافيه منهم 50000، ان الارباح كلها 50000 والربح الصافي منهم 25000، فالضريبه هنا غير هنا تماما، الكبيره اعلى طبعا، لكن برضو لسه مفيش تعليمات او قوانين واضحه. بس خلينا نقول ان كل ده علشان الناس تروح تفتح ملفات، فتحت الملف وبليك سجل، تعالى بقى نحاسبك، واعتقد ان الكل هيعمل كده. طيب في حاله لو انت ما عملتش ال 500000 جنيه انت فلوجر او يوتيوبر، كل اللي عليك انك بتجيب عقد ايجار وتعمل اثبات تاريخ عليه وتروح تسجله في الشهر العقاري، بتاخده وتروح للشهر العقاري بيدي لك ختم كده عليه، بعد كده بتروح لاقرب مكتب ضرائب تابع للمنطقه بتاعتك وتكمل باقي الخطوات هناك. اما مأمورية القيمه المضافه بقى، فلو انت عملت 500000 جنيه فعلا في 12 شهر من تاريخ مزاولتك للمهنه، خد بالك من تاريخ مزاولتك للمهنه يعني من تاريخ بدايه القناه بتاعتك او من ساعه ما بدات تحقق ارباح، هتروح لمأمورية القيمه المضافه بالمنطقه القريبه منك، ده بعد ما تكون فتحت ملف الدخل الاول، ده كده كده كله هيعمله. فلو قلت لهم انك عملت ال 500000 جنيه دول لازم تورد 14% من اجمالي المبلغ كله ومن اجمالي المبالغ اللي هتحققها بعد كده حتى لو ما عملتش ال 500000 جنيه دول تاني، لانك دخلت الشريحه دي ومش هتخرج منها. فدي كانت كل التفاصيل اللي قدرت ان انا اسعى اوضحها من خلال بعض التساؤلات، وان اشوف ده واشوف ده واجمع بعض المعلومات واشاركها معاكم علشان تطمنوا. فالخلاصه انك هتروح تعمل ملف ضريبي، تجيب العقد الايجار ده وتعمل اثبات تاريخ عليه، وبعد كده تروح تسجله في الشهر العقاري، فكده انت بقى ليك ملف ضريبي. بكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واي حد عنده اي تساؤلات او اي استفسار او اي حاجه حابب يضيفها بخصوص الموضوع ده يا ريت يشاركنا بيها من خلال التعليقات تحت الفيديو، بحيث كلنا نستفيد من بعض. بصراحه مكسوف اقول لكم ادعمونا باللايك والشير او فيد غيرك، لان اكيد في ناس كتير جدا اتضايقت من الموضوع ده، فبنتمنى ان شاء الله ان يتم تطبيق القانون ده بالشكل الصحيح والشكل العادل عشان كل واحد ياخد حقه. وبكررها مره كمان، انا مش ضد دفع ضرائب او رسوم للدوله، ولكن عاوز كل واحد ياخد حقه وبس. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.